هذا وقد عاد حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المفدى الى ارض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم قادما من دوله الامارات العربيه المتحده بعد زياره التقى خلالها باخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث جرى استعراض العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة رافقت صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال